السلام عليكم. بالنسبة لهذا الفيديو غنشوف واحد لابليكاسيون ولا واحد التطبيق انتاج عمليات الصوروبان، ان اي واحد سواء الاب ولا ام ولا مدرب الصوروبان كيحتاج عمليات. غنشوفوا هاد لابليكاسيون هذه كيفاش نخرج منها العمليات، جميع العمليات سواء نجمع الطرح الضرب القسمة. وبالنسبة للجمع والطرح كنشوف واش الحساب البسيط، المكملات 5، اصدقاء 10، يعني شنو بغينا احنا هنا. بالنسبه للابليكاسيون كتعطيك انك تغير سميت المدرب، سميت المدرسه اللي عندك، اللوغو ديالك كدير اللوغو ديالك اللي بغيتي. هنا بالنسبه للتمارين كيعطيك سواء بي دي اف ولا اكسل. هنا الجمع والطرح، هنا هذا الاسم راه يمكن تبدل هذا الاسم، هذا مثلا نبدل الاسم ديال هذا الملف اللي نخرج. تاني حاجه هنا كنجي هنا عندي الطوابق، عندي 3 4 5 حتى 10، يعني شحال من طابق في العمليه، شحال من مستر فيها، نخليوها 5. هنا واش بغيت الوحدات، العشرات، المئات، الالاف، عشرات الالاف، يعني على حسب الرتب اللي بغيت نخدم بهم. هنا بغيت ندخل اصدقاء 10 واصدقاء 5 كنكوشي هنا، ما بغيتهمش كنحيدها. اصدقاء 10 كنكوشي كنحيدها، حيدت هذه، يعني دابا نحسب الحساب البسيط يعني بدون قواعد. هنا عندي الجمع بوحدو، الا بغيت الطرح بوحدو والجمع والطرح، من الاحسن نخدمو جمع والطرح في الصوره، ممكن نخدمو جمع والطرح في نفس الوقت. من بعد كندير ابدا، كنورك هذه ابدا هذه هنا باش يتحمل ليا الفيشي ديالي لي بي دي اف. هنا كما كتشوفوا كيعطينا 120 عمليه، احنا اخترنا العشرات، انا عمليه ديال العشرات، لو كان اخترنا الوحدات غيعطينا عمليه ديال الوحدات. وفي الاخير الصفحه الاخيره كيعطينا فيها هنا تصحيح ديال هاد العمليات، هادو 5 صفحات. من بعد كيعطينا تصحيح ديال الصفحه الثالثه، كيعطينا تصحيح ديال جميع الصفحات، داكور، يعني كيعطينا على حساب شنو اختارينا حنا، واش اختارينا العشرات، الوحدات، المئات، على حساب الرتب اللي خدينا، وعلى حساب المستوى، واش المستوى الحساب البسيط، الجمع والطرح المركب، يعني مكملات 5 ولا مكملات 10، الضرب القسمة، يعني اي حاجة نقدروا ننتجو بها العمليات اللي بغينا حنا.